بالحلقة الماضية سألتكم شلون تتهرب من سؤال ما شاء الله ما شاء الله. بس اليوم دوري لأنه بكرة دور عصام، اتفقت أنا وياه أن اليوم أنا هو بكرة. بالحلقة الماضية سألتكم أنه إذا حدا سألك شو اسم أمك شلون تتهرب من السؤال. خلينا نشوف المقفلين شو علقوا. شو اسم الوالدة؟ منيح اللي ذكرتني فيها، كان بدي يعني مشان كب زبالة. اسم أمك؟ أنا متبنى، هدول أهلي اللي عايش معهم ما هنن أهلي، أخذوني أنا وصغير من أمي الأصلية. أمي الحقيقية اللي أنت عم تسألني عليها غجرية اسمها كاساندرا. هدول اللي عايش معهم بيحملوني بعنصرية، ما بيحكوا لي اسمها وما بعرف. أنت شو اسم أمك؟ مالك في أختها؟ مالهم في أختها؟ شو اسم أمك؟ على أمي أنا يعني على الفيسبوك أم محمد، هيك مسمي حالة. يعني على أساس إذا أعطيتك اسم أمي رح تزداد معرفتك بالحياة ما شاء الله. إذا هيك روح نسأل باقي الشلة، خلينا نصير أينشتاين. والله شوف انا ما بسأل اينشتاين، انا بس بدي اعرف اسم الوالد. شريك شو اسم امك؟ وحياتك عندي فضول اعرف اكثر منك يا لطيف. من انا وصغير هيك ما 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 صح لي. انت شو اسم امك؟ اسمها نبع الحنان بالبيت. لا لا قصدي بالحقيقه شو بتنادولها؟ امي. لا يعني انه شو بتنادولها بالبيت؟ ماما. طب شو اسمها بالجنسيه؟ رورو. في هنيك بنات رورو نظبطهم. تعال تعال لك تعال. اي والله. شريك شو اسم الوالده؟ آسف صديقي بس محجوزة لابن عمها. لا 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 تحاول، لا محجوزة. اسمه عبد الله درويش. على حسب الشخص اللي عم يسألني، إذا كان من أصدقاء نمرة واحد بقول له عادي، أما إذا كان من نمرة اثنين بقول له ما خصك. صديقي عبد الله أنت قديش نمرة رجلك؟ قديش نمرة يعني شلون شو النمرة واحد وشو النمرة اثنين؟ يعني لازم تحكين، لازم تحطني بالصورة. أنا لما أقرأ التعليق أعرف فهم الناس إنه نمرة واحد تعني كذا وكذا، ونفوت نشرح لها وحطها بويكيبيديا. نزل ملفاتي يا أخي، لسه أنا كل يوم بيجيني نمرة شكل بتقدم فقرة مقفل. شريك شو اسم الوالدة؟ بتعرف يا زلمة إنه لهلا ما صح لي أسألها. شريك؟ كول بعرف شفت السؤال تبع وسام تكين. اسمها شيء أنت ما بتملكه ولا حتملكه. وفاء. عادي بقول له اسم امه اذا بعرفه او اسم ما صحيح من تأليفي. اخي كورونا كانك اخر موضوع جد. ريلاكس برو ترى يعني حسيتك عم تتصرف مع الموقف كانه عن جد صار معك. انه هلا يا اما بدي اقول له اسم امه يا اما رح اقول له سعاد. اسم امي سعاد. تشيل برو. ما حاطط صورة قنان كمان. حبيبي يا عمري انت ليش ما بتضربه بالساعة؟ شريك بعيد زواج امك وابوك، ابوك شو كتب على الجاتو؟ انه جايبين اسلوب جديد انت وصاحب التعليق. كتبوا زواج سعيد. بس هيك؟ كتبوا انه زواجة الدهر. شو كتبوا كمان؟ كتبوا كتابهم يوم نيتا. طيب ماشي، شو كتبوا هيك كمان هيك تحت تلاقي كذا؟ كتبوا الوظيفة. طبعاً جاء. شو اسم الوالدة؟ اسمها نبع الحنان. من يومها لهلا بتمنى لو في ثقب اسود يشفطني لتحت. امين. بلكي بنخلص منك من فخرة مفة. شريك شو اسم الوالدة؟ على سيرة الوالدة، الوالدة هي شمعة الحياة، تضيء ليلة الالوال. تعليق كتير فيه فصحى وما قدرت احفظه، ومنها فائدة بالاخر. حبيبي الشمعة وقت تطفي الكهرباء. اسم الوالدة شو؟ سأل اختك عن اسم حمادة. شو اسم الوالدة؟ ماما. سديل ان شاء الله ما تكون تعذبت بكتابة الكومنت، كتير متعوب على الفكرة، وبتمنى ما يكونوا اصابيعك وجعوك انتو عم تكتبي هالاربع احرف، ونتمنى لك التوفيق والمزيد من الكومنتات الرائعة والتفكير العبقري ما وراء الثقب الاسود اللي ان شاء الله يسحبنا جميعا. شريك شو اسم الوالدة؟ بتصدق ما كنت لما سموها؟ والله ما كنت هنيك. شريك شو اسم امك؟ تاج راسك معلم. تعليقك خرافي، شفت شلون شطحته للزلمة اللي قدامي؟ يعني ملك الهروب من الأسئلة، كتير قوي، تعليقك كتير كتير قوي لدرجة إني رايح هديه شوي، روق شوية تعليق، على لا 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 يا زلمة، اتركوا لطبنجة، لا 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 استفدنا من الوعاء، أنا لقيت البطارية تحت الصوفاية. من قوة تعليقك إلي سنة بدور على البطارية، أحلى زلمة. شو اسم الوالدة؟ خلاص ما فشرت أحكي لك. طيب شو حتسمي بنتك؟ حسميها مريم على اسم ستة تقبر قلبي. الله يخلي لك ياها لتجي. شريك شو اسم والدتك؟ روحي وقلبي وعمري يخلي لي ياها يا رب. اسمها اسمها عمري وعشقي يخليها فوق راسي. اسمها
كأنه ما عندي مهرب من السؤال. تاج راسك. وشو اسم والدتك؟ أنا ما عندي، أنا ملاك بدون أم. لك أول أهلك ملعينك من البيت. شريك شو اسم الوالدة؟ قالت لي أمي ما أحكي أسرار البيت. اسم الوالدة أسرار البيت؟ اللي اسم أمك بحكي لك. اسم أمك؟ المحقق كونان. اسمه؟ فرع المخابرات. اسمه اسمه؟ البنك المركزي. يعني حسب إذا أنت كان بدك مصاري، بدك تطلع مشوار، في موضوع فيه مراقبة، حسب ال... شريك شو اسم الوالدة؟ أنا بتليفوني مسميها الغالية. لهون بتكون خلصت فقرة مقفل، وخلصت مشاركة طبان جماعنا بكل فقرة مقفل إن شاء الله. شكرا كثير لتعليقات أصدقائي. أما التعليق الذهبي لهي الحلقة كان من هبة عبد. شريك شو اسم الوالدة؟ الحجة. لا قبل ما تروح الحج. أم سالم. طب قبل ما تجيب سالم مرت يوسف. لك قبل ما تتجوز يوسف بنت محمد. شكرا كثير لتعليقات أصدقائي، بشوفكم بكرة في فيديو جديد. أحبكم كثيرا. سؤال فقرة مقفل لحلقة بكرة انه تعالوا نكتب قائمة، انت كمان ساعدنا، نكتب قائمة هل تعلم تافهة. فمثلا بقول هل تعلم ان السوريين بحياتهم ما زاروا بعض، لانه كل ما حدا بيروح لعند حدا بيقول له هاي الزيارة مو محسوبة. وهيك معلومات اتفه، اتحفوني بمعلومات قيمة وتافهة جدا. اشوفكم بكرة في فيديو جديد. لحظة قبل ما اروح رح اترك لكم رابط باول تعليق وبصندوق الوصف. هذا الرابط رح نعمل انا وياكم حلقة اضافية ما لها علاقة بفقرة مقفل. هذا الرابط بتفوتوا عليه، هو سيرفر ديسكورد، حتفوتوا تلاقوا عندي على السيرفر. بصير انا بسحب واحد منكم بيحكي معي صوت، بيسألني سؤال وبروح لواحد تاني، وهيك رح نصور حلقة. بتحكوا شو ما بدكم، بتقولوا لي رأيكم فيني، تسألوني سؤال، بتحكوا أي شيء، بتعبروا عن أي شيء بدكم إياه، ونعملها حلقة لحالها غير فقرة مقفلة. أشوفكم بكرة، أحبكم.